عسلامة ومرحبا بكم في قهوتنا السياسية اللي نظمها مجلس قيادة الشباب بتونس. ضيفنا اليوم ضيف سياسي رئيس قائمة حزب أفاق تونس على دائرة تونس واحد سي مهدي رباعي. عسلامة سي مهدي ومرحبا بك. عسلامة وشكرا على الاستضافة. شكرا. قدم لك أصدقائي فدوى العوني، ناظم صفاقسي، سليم خروف وعلي كركور. سي مهدي، سؤالي اليوم يتعلق بالمشروع الانتخابي متاع أفاق تونس. يعني في قراءة أولى لاحظت اللي فما مفهوم يتعاود برشا، اللي هو بناء، إعادة بناء. سؤالي يتعلق ب هل تشوفوا في حزب أفاق تونس إعادة بناء تتعلق بقطيعة مع النظام السابق وإلا قطيعة مع اللي تعودنا به كمؤسسات وكدولة، أم هو إعادة إصلاح؟ هو صحيح المشروع بتاعنا هو نجاح في إعادة البناء جمهورية تونسية ثانية، وهنا نحكيه على الدولة. يعني المفهوم هنا مش نحكيه على النظام السابق ولا نحكيه على النظام، نحكيه على العقلية الجديدة اللي لازم تكون موجودة في تونس، اللي بها نجمو معناتها نبنيو ننجحو في إعادة بناء جمهورية تونسية ثانية. كي نشوفوا الدولة والمؤسسات نتاعها، يعني كي نحكيه على نشوفوا معنا التعامل بين المواطن والدولة، كي نشوفوا البلديات، كي نشوفوا السيناتور ليغاليزي، كي نشوفوا الطريقة التصور متاع الدولة متاع كيفاش هي تخدم كلها، احنا نشوفوا نقولوا في سامحوني نقولوا في أفاق تونس اللي كان ما نبدلوش طريقة العمل متاع الدولة، وشنو هما الميادين اللي وين نشوفوا الدولة تكون موجودة، تكون موجودة بجدية وتنجح كيما الصحة والتعليم، وتخلي الميادين الاخرين والقطاعات الاخرين خاصه القطاعات التنافسيه خليهم معناتها الخواص تنافس عليهم. مثلا هذوما العقليه الجديده اللي نحب نكونوا باش نجمو ننجحوا في اعاده البناء، هذا لازم يكون موجود. واضح. ممكن هيش مشكله نتاع قطيعه مع الماضي، وخاصه معناتها كي نشوفوا اللي يجيو بعضهم معناتها ما كانوش خير منهم. دونك تحكي على الترويكا. سمعت الترويكا هي معناتها كما فما خطاب قاعد يدور في ساهل، هو الخطاب يقول احنا كنا خير قبل، هذا نسمعها كل يوم ولينا واحد. نوعا ما نجم نقولوا خير صحيح معناتها، اما كي نجيو نشوفوا اللي ادى 14 جانفي هو السياسه اللي كانت موجوده قبل، مثلا نجموش نغطيو العين الشمس بالغربال. واضح. دونك المفهوم لهنا هو اللي فما العالم في رأي في التصور بتاعنا احنا العالم قاعد يدور وتغير، وخاصة اقتصاديا واجتماعيا، وتونس كدولة قاعدة ديما تمشي فرطة مشي قاعد بلوكي، فهمني؟ واحنا نشوفوا اللي التغيير هذا لازم يكون معناتها في اقرب وقت باش نجموا ننجحوا في المشاكل الكبرى اللي نعالجوا فيهم في البيت هذايا، اللي هما بالطبيعة معناتها البطالة وغير المعيشة والأمن من 14 جانفي. واضح. سي مهدي، على المستوى الجبائي حكيتوا على التخفيض على الأداء على المرابح الشركات إلى 10%، هذه فكرة طيبة نسبيا كما يقول مثل تغو دامبو تو لامبو، لكن كنا ما تنجحش الفكرة هذه، مين الدولة باش تجيب الموارد نتاعها؟ كما نعرفوا نحن ميزانية الدولة 64% تتكون من الموارد الجبائية، وكما تعرف سي مهدي زادة اللي في تونس عندنا مشكلة في التهرب الجبائي. اسكو كي باش نطيحوا تو دامبو باش يتشجعوا الشركات باش يخلصوا الاداء كيما هو ولا لا؟ شوف، اولا لو احنا كي نجيبوا افكار مش ما نقعدوا في طاوله مع بعضنا وحدنا في بيرو مسكر ونبداو نخطوا ونعملوا افكار ونجي نكتبوهم في البرنامج. واحدة لازم معناها نطلعوا على اللي صاير في تونس. صاير في تونس والتجربات اللي صايرين في العالم اجمع وفي التاريخ زاد. صحيح. فما بلدان معناتها فما البلدان اللي نجحوا في اللي نحبوا نعملوه في تونس، احنا نحبوا نعمل اش نقولوا؟ نفسروا صح. احنا نحبوا نردوا الجبايه مع اللي اسمها البوست في السوسيتي نردوه من 30 هبطوا ل 10%. تقول انت لهنا مين باش تجيب فلوس الدوله؟ اولا فما نقطة مهمة، نحكيوا على الشركات الكل بخلاف الشركات البنوك ولا شركات البترول. دونك هذوما ديجا مش معلنين بالامر. يعني ال 64% تحكي فيهم انت، فما منهم 25% جايين من البنوك ومن التليكوم وبالبترول. نقطة الأولى. البنوك سي مهدي عندها أداء خاص اللي هو 35%. أي أي. كيما لي سوبر مارشي معناها ما صحيح. قاعدين يخلصوا في الأداء. أنت تعرف، نحب نوضح.
على خاطر كي نحكيو على 30 ل 10% مش نحكيو على الشركات الكل، فما شركات مش معين الأمر كما تعرف انت. نحب نوضح هنا، نحكي على 3 قطاعات اللي هما البنوك والبترول وال البنوك والبترول وكل التليكوم على تونيزيا تونيزانا وكل شيء بيقعدوا يخلصوا في 30% نتاعهم و 35% نتاعهم. فيما يخص الاخرين، احنا نمنوا اللي كي نقصوا من الجي بي على الشركات هذوما، اولا الشركات هذوما باش ينجموا يستثمروا، كي يقولوا يستثمروا يعني يدخلوا معناتها شباب يخدم، وهذا هي معناتها من اهم المشاكل نتاعنا. وثانيا المشكله الكبيره اللي ما تجبدتش هو القطاع الموازي اللي هو اليوم ماهوش مستعد باش يدخل في السوق الرسمي على خاطر الجي بي نتاعها يصغر عاليه، يقول لك انا نخير نخلص 10% اذا راسي مرفوع. هي الحسبه سهله، شي يجي يقول لك انا قاعد باش نجم يخدم قطاع الموازي، قاعد يخلص في الرشوه، قاعد يخلص الانواع والاشكال الكل اللي تعرفوها تاع حاجات اللي غير قانونيه، يقول لك انا ب 10% باش تكلف لي اقل من الرشوه نتاعي. كل شيء يا خويا خلينا نعمل امور رسميه ونخلص 10% وده راسي مرفوع ونمشي على روحي انا اخي. هذه التجربه صارت في عديد من البلدان في العالم، صارت في المانيا في عام بين 60 ومن عام 60 وعام 63، صارت في البلدان معناتها مش متقدمه كما المانيا كما تونس، صارت في الارجنتين، ما صارتش في الجريس. نعطيك مثال بسيط وهذاك علاش جريس فلست كريز ايكونوميك. يعني البلدان اللي يقولوا يشوفوا معناتها والرؤيه نتاعنا واضحه، نقولوا احنا هذه الطريقه الوحيده باش تكون الناجحه، نطيحوا في جيبي نكسروا عدد نتاع العباد باش معناتها تخلص، والعباد نجموا نرجعوا للعجله الدور. لكن كيفاش سي مهدي؟ خاطر سي مهدي راهو كان خذينا الخطوه هذه ما عادش نجموا نوخروا التالي. اذا طيحنا لامبو ال 10% ما نجموش نقدموا، فما فرضيه انه باش تنجح، فما فرضيه انه ما تنجحش. وانت في سيرتك انك معناها لو فرضنا شديد الحكم، اهم حاجه عندك هي موازنات الدوله، منين باش تصرف الدوله؟ كي انا فرغت الكيسه نتاع الدوله كيفاش ننفستي في البلاد؟ هذه المشكله وين سي مهدي؟ سيدي انا قاعد نقول لك البلدان الكل اللي عملوا هكاك نجحوا. تحب انا ما فما حتى البلدان اللي ما عملوش هكاك فلسوا. تحب تحط الفرضيه اللي ما نجحوش حقك، تمشي النكته الكحله في التابلو الابيض، نركز لي على النكته الكحله هذيك. انا نمشي في التابلو الابيض الكبير، نقول لك اللي هذه الحل الوحيد باش نجموا ندخلوا السوق الموازي، ما عندناش حل اخر. تو سامحني سي مهدي، تو باغ اكزومبل انتم كي باش تنقصوا معناها من لو تو دامبو وتعاملوا على انه لو سيكتور انفورميل هو باش يدخل في الايكونومي، هل المرابيح اللي باش تاخذوهم من السوق الموازيه باش نجم الكومبونس لي بيرت نتاع لا ريدكسيون دو تو دامبو، سورتو اللي لو سيكتور انفورميل ماهوش كله بضاعات تنجم تدخل تحت طائلة القانون، معناها فما بارتي منه تنجم تبيع، فما دي بارتي فما حتى سامحني سي مهدي، فما بضاعات تضر بالصحة مثلا كانت عندنا الغونتخي سكولير واللي باغون معناها الأولياء ما عندهمش معناها المقدورية اللي هما باش يشريو معناها الأدوات إكسيتيرا، وحاجة تضر معناها سي دي برودوي امبورتي، والمواطن ما عادش يهمه في صحته ولا يهمه في الاقتصاد موازي أو لا، يهمه اللي هو باش يوفر الكرتامه نتاع وليده. فما الدخان زاد كيف؟ الدخان زاد. فكرة سي مهدي سامحني، راهو القطاع الموازي ماهيش مشكلته في ليزامبو، مشكلته في المعاليم الديوانية، فما فرق كبير ما بين ليزامبو والمعاليم الديوانية. المعاليم الديوانية اللي تتسلط على البضاعات اللي نوردوا فيها كبيرة برشا، هما مش قادرين يخلصوا هذه ويدخلوا في السوق التنافسية. هذي علاش هما يلتجؤوا لطريقة التهريب، معناها لامبو لعمرها لا كانت مشكلتهم. هذايا رايك. مش رايي، هذا الواقع سي مهدي، كنت تطلع على الميدان وتشوف. هذايا رايك، أنا باش نقول لك، باش نقول نجاوبك بطريقة سهلة. واحد كي باش يجي يشري حاجة، يشوف الديوانة كما قلت أنت قداش تكلف له، بعد يعمل حسوم تاع ليزامبو قداش تكلف له، ويعمل بعديد من الحسابات. الديوانة داخلة كما تقول أنت، لامبو داخل زادة، كي تنقص من هنا تنقص على الكل، كي تنقص من الديوانة تنقص على الكل وأنت ماشي. أنا عندي مجدد الحكاية هذيا بالذات، لأنه اللي كنت حكينا فيه طيب وواقعي، الناس نعتقدوه من باب المنطق أنه واقعي جدا. وكونه حتى ابن خلدون ذكرها في الكتاب المقدم نتاعه، كونه قد ما طلع في التور نتاعنا فوق قد ما يكثر التهرب الجبلي، هذا موجود نعرفه. ولكن
الطريقة اللي يمكن نختلفوا فيها هي شنية؟ هي في حد ذاته كون التنظير ولا جمع كفاءات في المجال الاقتصادي وفي المجال الجبائي، ولا طلعت على البرنامج بتاعكم وعندكم الكفاءات وكنتوا قمتوا بلجنة مختصة في الشأن الاقتصادي وكذا، ولكن ما تراوش اللي باب التنظير من شيرة يعني النظر من شيرة وكذا وباب الواقع والتطبيق مختلف تماما. لأن نجم أعطيك مثال، خذ حكومة مهدي جمعة الحالية اللي توا على رأس وزارة الاقتصاد سي حكيم الحمودة، واللي حتى حد ثاني ما نجم يشكك في قدراته وفي كفاءته كإنسان معناتها تقني ومختص في الميدان هذا، لكن وقت اللي جاء على وجه الواقع والتطبيق وقت اللي جاء يطبق في الأفكار هذيك عترضته عدة صعوبات. علاش؟ لأن البرامج ما تطبقش في ليلة وضحاها، دونك لازمتنا أرضية مهدوها قبل ما نخدم. دونك اللي حبيت نسمعه منك أنا توا سمعت كونه تحكي لي ماذا بيا، تحكي لي على الأرضية اللي تسبق الخدمة اللي باش تخدمها هذيك. مش نجاوبك بتاع السؤال نتاعك، أنا أول حاجة نحب نقولها لك، إحنا ماناش تكنوقراط، إحنا عم في السياسة، أنت جمش تقررنا إحنا كحزب في تونس، بنخبة تونسية جات باش تحكم البلاد فترة معينة، وهدف معين هو وصول الانتخابات، يعني نعمل في السياسة، باش تحكم بلاد لازم يكون سياسي، ماكش تكنوقراط، التكنوقراط يكونوا موجودين يعطوا الآراء والأفكار نتاعهم باش السياسيين يعملوا. باختيار الشعب تبيع ياخذوا القرارات اللازمة باش نجمو نقدم. هذه النقطة الأولى. فيما يخص النظري، احنا نعرفوا روحنا وين. حزب إفاق تونس اليوم غير العديد من الأحزاب اللي يقولوا ما عندناش معطيات، ما نجموش نعملوا برنامج، وإلا يقولوا معناتها المشكلة معناتها نتاع الدولة وماشي كذا. احنا نعرفوا روحنا بالضبط وين، ودرسنا الموضوع وقعدنا عوام احنا ندرسوا الموضوع هذا. كان تلاحظوا منيح البرنامج الاجتماعي، وهذه حاجة باهية معناتها خاصة لكم انتوما، معناتها كي تعملوا تطلع الفرق بين البرنامج الاقتصادي الاجتماعي نتاع 2011 ونتاعنا 2014، فما كبر وتحسن في بعض حاجات وزدنا درسنا أكثر حاجات أخرى باش نجمو نقدم. دونك كي تعرف روحك أنت وين بالضبط وعندك فكرة واضحة شنو تحب تعمل البلاد وين تحب توصل، من بعد باش تجي باش تقدم مترو بمترو 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 باش تمشي باتجاه صحيح، ما باش تمشي لا على اليمين لا على اليسار، وهذا المهم برشا. مهم أنه هو اللول. لو أنت تسني تقولي أنت ما دي لو تحكي في باهي، أما أنتم كإفاق تحكيوا في باهي فهمني ولا، أما على الأرض الواقع نجم تبقوه ولا؟ أي نعم نجم تبقوه. أولا قبل ما كيفاش راهو مهم اللي راهو لازم بخلاف تعرف المشاكل وتكون عندك الإرادة السياسية نظيفة مع النية صافية باش تخدم وتخدم البلاد هذية، لازم تكون عندك قوة تنفيذ. والحكومة اللي جات قبلنا معناتها ما كانتش عندها حقوق تنفيذ، النية كانت يمكن صافية الله أعلم، أما المفيد للنتيجة ما كانتش موجودة، وهذا مهم برشا. أنا باش نقول لك على شخص، أنا كنت عضو في نوابة خصوصية نتاع مطندات بتحر، دير بتحر، يعني فهمني ولا، والحاجات اللي شفناهم معناتها اللي شفتهم اكتشفتهم معناتها في ستة شهور الأولانيين بعد 14 جانفي، وهو اللي العبيد في وسط الإدارة التونسية يقول لك اختار راسي اوضر ما يحبش يتحرك. الفوا انت تشجع تقولوا ليه ايجا نعمل مع بعضنا ونقدم، راهو الكفاءات في وسط الاداره التونسيه ماهيش ناقص وما حاجتناش بكفاءات من بلد جديد. مشكلة عقلية يعني، مشكلة عقلية. نعطيك مثال بسيط، في لفايات لهنا عندنا مشكله هي التيران تاع الكره، هذا بسيط، الشباب نتاعنا ما نجمش يكور معناتها، هذه مشكله نص الشباب الكل، كلنا نكور نعمل شويه سبور. ثم تيران تاع 1200 متر كي تشوف على الورق تلقاه تيران تاع كور، يجي كل شيء الا تيران تاع كور بتبيع في تونس معناتها هذيك هي. انا وقتها كليت بالموضوع نتاع الشباب والرياضه، مشيت شفت معناتها شركات اللي يعملوا تيرانات غازونيه هذوما، ولقيت شركه من الشركات تفهمت معها. شنو تفهمت؟ حاجه بسيطه ياسر، الشركه هذه قالت لي انا نكري من عندكم 1200 متر و10 سنين داكوردو، نعمل غازون ونعمل فيستير جديد ونحط الذوق وبالعساس والدنيا تبدا مزيانه كما نتمنى وكما نشوفوا في العالم اجمل. نهدي فانات نتفاهموا على ما بين 7 متاع الصباح ل 5 متاع العشيه التيران للبلديه، نجم نجيب فيها صغيرك متاع المدرسه، كان فما جمعيه متاع كوره كما عندنا احنا جمعيه متاع الكوره مع تجم تجي تكور الكشافه ينجموا يستعملوه وانت ماشي. ال 5 متاع العشيه عندكش 10 متاع الليل سامحوني، انا كخواص باش نكريه
شنو هذه مفاهمة أنا في رأي أنا معناته في رأي حزب إفق تونس هذا هو الحل تونس في عديد من يعني المشاكل. تعاولوا على لي كونترا دو كونسيسيون لي 3 بي داكوغ بي 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 فهمني ولا هذه حل من الحلول اللي توا اليوم الإدارة التونسية ما تحبش ماهيش طبقت الدولة البلدية تربح الميزانية يعني ما عادش تخلص فلوس للتيران المواطنين يربحوا تيران مع الشباب والمواطنين يربحوا تيران تاع الكورة الجمعيات تربح كوتي كل شيء هذه راهي مشكلة متاع عقلية راهو أنا نقولها ساعة ساعة راهو نقول راهو ريتو ما نحبش نقارن الراهن ولا بحتى حد معناتها أما بورقيبة كي خرج كانت قرا في تونس ولد العلوي ولد صدقي سامحوني ولد صدقي وطلع مشى لفرنسا شاف العالم كيفاش يدور غادي رجع بعد أربع سنين ولا خمسة سنين رجع لتونس عمل حزب خرج من حزب خاطر فهم اللي العقلية ياسر بعيد على بعض ما عادش نجمو نتفقوا وبك الحزب هذاك قد وبنيه تونس هنا قاطعه علاش خرج من الحزب هو احنا في الاطار لا مش تحكي على برقيبه لا لا مش نحكي لك على برقيبه مش نزعلك بالاطار اللي كنا نحكيو فيه لانه وقت اللي جاء الحزب الدستوري الاولاني بالكل في عبد العزيز الثعالبي لقى ناس تنظر لقاش ناس تطبق مش قال برقيبه في الفتره هذيك جاء قال انا ما نحبش انسان يجي يقعد في قهوه ويحكي لي حكايه وينظر لي ويقول لي باش نطالبوا برلمان باش نطالبوا استقلال وكذا انا باش نخترع طريقه جديده قالوا شنو هي الطريقه الجديده تعرف قالوا سمعتي قالوا باش نتصل مباشره بالشعب يمشي يرمي الفيستا نتاعو تحت زيتونه ويمشي يدير اربع شهور يبدا يحكي لهم الحرب العالميه الثانيه دونك هذه التقنيه نتاع انزال التنظير الى ارض الواقع وهذا سؤالي وهذا هو قاعد يدعموا فيه مصباح هي ماهيش كان مشكله عقليه هي ماهيش كان مشكله عقليه هي مشكله عقليه صحيح لكن جراه احنا حشنا كشباب اليوم راهو سياسيين ياخذوا الجراه معناها ياخذوا il applique des pratiques حتى كانوا ويب شعب لصالح العام يعني هذه هي مشكلتنا ما عادش لي زانتيغي نتاع لي بارتي بوليتيك ولا لي زانتيغي بريفي حاشنا بصالح العام بالطبيعة صحيح هي هو راهو السياسه راهو باش نرجع لك اما السياسه راهو معناتها هو اولا هو خدمه شعب وماهيش معناتها خدمه المصالح الشخصيه نتاع كل صحيح المترشح معناتها اللي عشناه في راهو المشكلة نتاع الشباب التونسي على الأقل في الشباب اللي أنا نعيش معاهم ونقعد معاهم معناتها يوميا معناتها هو مشكلة نتاع أمل في المستقبل معناتها على ليميت معناتها تقول له راهو نكبرها معناتها تقول له راهو شارون راهو باش يعطيك مستقبل باهي تو يمشي معاه ما عندوش مشكلة نتاع أحزاب معينة ولا زرت فلان ولا وين يحب مستقبل إيش معناتها مستقبل؟ يحب كالمصعد الاجتماعي يعاود يرجع، يحب يشوف روحه وعنده إمكانية بعد قرايته ولا بعد ما تعمل مهنة باش يعمل يدبر خدمة ويعمل دويرة ويعرس ويجيب صغيرات ويربيهم وهذا شنو اللي يحب يشوف أمل وهذا اللي ما عادش موجود في تونس وهذاك علاش 83% نتاع الشباب التونسي يحب يخرج لبرا ومستعد باش يمشي يقتل روحه معناتها حارق خاطر لجوا على الفرصة لوبورتينيتي لوبورتينيتي الفرصة واحنا نسميه واحنا معناتها في الحزب في البرنامج نتاعنا هو كيفاش نجمو نخلقوا طبقه جديده نتاع مستثمرين باش يكونوا الاغلبيه نتاعهم معناتها شباب كيفاش نردوهم هذا كان باش يستنى الدوله ما نصوروش احنا في الرؤيه نتاعنا ما نصوروش باش ينجح في حياته معناتها اقتصاديا واجتماعيا وال وال والافكار نتاع الشباب التونسي معناتها ما نصورش معناتها فما برشا معناتها مش نتعرف نعرف ما فماش برشا معناتها كي يبداو يكبروا معايا يقولوا انا نحب نكون معناتها ديواني ولا بوليس رغم اللي توا في كل كونكور معناتها نلقاو 20,000 واحد صاب 20,000 راهو مش معناتها عايش نحكي على 20,000 ويبداو معناتها في المركز نتاع الورديه شادين الصف من جهه تونس الجمهوريه التونسيه الكل. سي مهدي انت حكيت على الانيشيتيف اللي انت تشجع على بعض المشاريع لكن كي تجي تشوف الفكره هذه ما تتلائمش برشا مع النظام التعليمي اللي موجود معناها اللي تلقاهم الاكثريه يمشيوا يقراوا دي لونغ يمشيوا يقراوا حاجات دونك باش يطلعوا مثلا اساتذه دونك هذوما كي يجي هو مثلا عنده اجازه في الفلسفه ولا اجازه في اللغه العربيه تجي انت تقول له اجا حل مشروع دونك بالزهر نتاعك بالزهر نتاعك اليوم كنت في الزهروني وقابلت بنيه عامله لونغ بكبسكات لونغ وتسمي فيا كيفاش معناتها نجم تحط على المشروع بتاع باش تصنع المعجون معجون صغير لوليدات صغار
فهمني ولا يمشي الوالدين كي يمشيوا المدرسة يعطيهم معجون صغير بزاف كذا معناتها أنا حبيت نحكيها نذكرها من هذا كلامك صحيح كلامك صحيح على الآخر صحيح وهذا الكلام كل ديما يتقال التعليم ماشي في البر وسوق الشغل ماشي في البر وهذا الكل نعرفوه وزيد باش نقولوا هكذا الفكرة هو راهو اللي حسيته أنا وعلى الميدان وهذايا معناتها بالميدان اللي معناتها نقابل كل يوم في العديد من الشباب ماهوش مشكلة في التعليم المشكلة في الفرصة كيفاش نجم يعمل مشروع نتاعو واللي يقولوا لك الشباب خاصة في المناطق الشعبية اللي أنا فيهم هو مفماش إمكانيات وأنا نعرف خاطر هذايا تو دراسة بالكونتر معناتها تحكي هذا الكلام تاعهم أما الدراسة اش تقول؟ تقول المشكلة بخلاف العام الحق فماش إمكانيات وفما حلول الموضوع هذايا وماذا بيا نحكي عليهم باش نجم نجاوب معناتها فرد وقت خويا نجم فما زادة أمور تقنية اللي ماهيش موجودة كيفاش تعمل مشروع شنو القوانين علاش المشروع اللي فرد الموضوع اللي انت حابب تعمله نجح في جهة وفشل في جهة أخرى هذه احنا نشوفوه الدولة متاع الدولة كيفاش تجم تعاون العباد اللي حاب تعمل مشاريع باش تعاونهم معناتها تفهم أكثر المشاريع علاش على خاطر زوج شركات على ثلاثة في تونس يفصلوا قبل خمس سنين دونك سي امبورتون معناتها واحد دونك تعليم وي اما سي با لو بلو غرو بروبليم الانيشيتيف مش موقف الغادي الانيشيتيف واقفه في شنو؟ واقفه في التمويل اللي هما الاليات اللي موجودين في تونس حد الان هما اليات فاشله معناتها ونعرفوهم فاشله من اخر الثمانينات نعرفوهم فاشله وقاعده نستعملوا فيهم الوغ العالم اجمع بدل اللي تعرفوهم الكل اللي هما البي تي اس والبي اف تي ما عادش ناجحين العالم كل وقف كلها علاش ديما نقول راه مشكله نتاع عقليه احنا خايفين مش نغيروا حاجات العالم دار واحنا قاعدين ماشي مستويين فهمني ولا احنا شنو نقترحوا نقترحوا اليات اخرين جدد اللي هما موجودين ما غير ما نسميها دون سيكار شنو هي الفكره الفكره هي كيما اندا نوعا ما يعني الشركة خواص يعطي فلوس لخواص اخر ياخذ 10 مشاريع يمولهم 10 20 100 انت والمشروع بتاعك من بدون عندك الدراسه كامله وتعرف وقت ناجح العشر مشاريع هذوما بالطبيعه فما المشاريع مش باش ينجحوا هذه حاجه طبيعيه اما الخواص يرجع فلوسه بالمشاريع الرابحه ونقدموا كل بعض هكاك سامحني بس مهدي دونك انت بالنسبه ليك باش نعملوا مشاريع دونك المشكله الاساسيه بالنسبه ليك هي مشكله التمويل لكن المشروع ماهوش تمويل كهو فما التمويل فما الفكرة وفما لوجيستيونير. بالله عندي سؤال معناه يتعلق بالتعليم يتعلق بالشباب والكلنا معناه متعلقين به هو قانون 52 اللي يخدم عليه حزب فيق تونس ونحبوا أكثر تفسير للفصل هذايا سامحني القانون هذايا وشنو الحلول البديلة خاطر انتم تلوجوا على إن ألتيرناتيف. هو عملنا دراسه معناتها كبيره معناتها قعدت تقريبا فوق 9 شهور صحيح على 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 قانون 52 من عام 92 هو معروف قانون 92 هو اسمه القانون هذا ايش يقول؟ يقول كي تبدا مستهلك معناتها مخدرات في تونس تاخذ عام عام وقبل كان بالنسبه ما تعود هذه العلوش يعني علوش اي فوالا قبل كنت عام بالنسبه تو يتعامل علوش استعملت اخرى ممكن دونك الفكره هنا شفنا بطبيعه راه معناتها ماناش وحدنا في العالم والظاهره نتاع المخدرات مش موجوده في تونس كهو ظاهره عالميه معناتها موجوده وشفنا التجربات اللي صاروا في العالم اجمع لاحظنا اللي البلدان اللي بداوا خاصه معناتها جنوب امريكا وامريكا اللي ضروا برشا من اول السبعينات استعملوا الطرق اللي احنا قاعدين نستعملوا فيهم تو وكي العادة معناتها احنا هما بدلوا احنا قاعدين نعيشين فرد سنية معناتها هما من اول ثمان معناتها بعد 10 سنين تقريبا 12 سنة بدلوا طريقة خاطر شافوا اللي ماهيش ناجحة احنا شنو نحبوا نعمل؟ احنا نحبوا نحاربوا المخدرات ما نحبوش نحاربوا مستقبل ولاد نتاعنا اخواتنا هذا هو الموضوع كي تعطي عام حبس العبد معناتها تحطم له مستقبله باش دمر له حياته حتى دمر له حياته ودمر حياة عائلته اللي معناتها كبرته وصرفت عليه وتعبت عليه وعرقت عليه باش في الاخر معناتها يضرب على الحبس معناتها باش ياخذ تمويل من البنك باش يعمل المشروع نتاعو بالطبيعة حتى كي باش ينتمج بعد في المجتمع خاصة نحب نتاع تونس
خاصة نحن نعرف اليوم معناتها اللي عندنا معناتها فوق 40% نتاع السجنين معناتها اللي هما معناتها على المخدرات دونك نقطتين هنا اش نجمو نعملوا على المستهلك ولازمنا نشوفوا كي تحب نحارب المخدرات لازم نحاربوا معناتها العباد اللي تجيب المخدرات على خاطر انتم الكل نعرفوا احنا ما بعرفش تشفي في المنى بعد يجي نعرفوا كل ما بعضنا نسمعوا بولاد حمتنا ولا خو جارنا ولا مهما يكون مع تشد في الغطله على خاطر تكيف اما عمرنا ما تشد ونعرف الكل مروج تشد اي نعرف الكل شكون الملحام تاع الحومه معناتها هو عمره ما تشد دونك لهنا معناتها فريمون السيستيم معناتها فريمون كلاده معناتها معوجه دونك احنا شنو نقولوا نقولوا معناتها اولا للمستهلك لازمنا ماذا بينا معناتها القاضي هو اللي يحكم لا افكتونس ولا فما القاضي معناتها هذه خدمته وبتكون على الموضوع هذا ويعرف معناتها فهمني النقطة الأولى النقطة الثانية هو العلاج معناتها منها كان مراكز علاج حلوة خاطر توا اليوم والدين يلقاو ولدهم معناتها يتكيف ولا بنتهم تتكيف اش نجموا يعملوا لكن سامحني سي مهدي تقول لي القاضي لهنا القاضي راهو يطبق القانون اللي انت اذا كان غدوه تكون نائب شعب انت باش تسن القانون هذا اللي هو باش يطبقه انا القانون هنا احلت للقاضي مهمه اللي هو بده يستنى فيك فيها لا انا القاضي باش نعطيه نفتحوا له بيبان معناتها هو ما كان يشوف معناتها اللي يستحق معناتها المواطن هذاك باش ياخذ الحبس يعطيه الحبس واحنا ما كان يسكن المواطن كان المواطن هذاك يستحق معناتها باش ياخذ خطيه ياخذ خطيه واحنا ما يعني هو خدمته تقديريه للقاضي اكثر يعني بالطبيعة فوالا فهمني ما نربطوش هو القانون الوحيد في تونس اللي يربطك بعام حبس قبل ما تبدا تحكي هو القانون هذا والقانون هذا يتعمل عليه كان تحبوا تعرف خاطر احنا فريمون دخلنا وعملنا دراسه كامله على الموضوع هكا معناتها بافي هكا كبروا معناتها على خاطر القانون هذا اخر الامر شنو هو؟ هو امور قانونيه نظموا سوق المخدرات لعباد معينه. نظموا يمكن كنا كشباب هنا متحمسين اكثر لبلادنا ونحسوا رواحنا احنا كشباب صحيح انتم مترشحين باش تكونوا يعني نواب الشعب لكن حتى احنا نخمو في مستقبلنا نخدموا في مستقبل بلادنا سي مهدي مشكور على حضورك نشكر زيدا صحابي الكل هنا على القهوة ميرسي عطيتونا وقتكم وكان ديبا ياسر غني نخليلك سي مهدي 60 ثانية تتوجه فيها للشباب والمواطنين فوالا دونك عندك كارت فيرت تفضل الكاميرا حاب نقول اللي المرحلة اللي عايشة فيها تونس مرحلة صعيبة صحيح وعانينا برشا الأربع سنين اللي تعداو هذوما أما شخصيا وفي حزب في تونس معناتها متفائلين نشوفوا الانتخابات هذوما باش يكونوا انتخابات إن شاء الله ناجحين على خاطر تونس هذايا كيما البيبي صغيرون اللي قاعد يحبوا نهار 26 أكتوبر إن شاء الله كل ما بعضنا باش يقوم البيبي على ساقيه ويبدا يمشي ومازال عندنا سنة طويلة كل ما بعضنا المفيد معناتها باش يكون عندنا برشا تعب برشا عرق أما باش نمشي إن شاء الله تحية تونس